تذكرون الطفل اللي في تبوك اللي طلب الأمير محمد بن سلمان سيارة؟ هذا هو البطل عبد الله. كيف حالك؟ بيه. ألف مبروك. هذه السيارة؟ هذه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبروك. طيب أنت ما تعرف تسوق؟ تعرف تسوق الحين؟ أيوه. مبروك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أبو عبد الله، هلا، مبروك. مبارك بعمرك. الله يبارك فيك، طول لي عمرك وعمرك يا سيدي، والله يجعلها ان شاء الله مركب الهنا والعافيه. امين الله يجزاك. لكن اللي انا تفاجات فيه طول العمر ان من طيبك ومن طناخه راسك، بس الله يبيض وجهك ويرحم والديك، انت تبرعت بالسياره بقيمتها علشان دية شخص. نعم. صحيح الكلام ذا؟ نعم صحيح، لوجه الله تعالى. لوجه الله سبحانه وتعالى. وهالرجل يقرب لك من الجماعه؟ من جماعتك؟ من جماعتي فقط. فقط لا غير. وتبرعت بقيمة السيارة اللي أعطاها ولي العهد؟ السيارة كلها راحت له. إن شاء الله يجيب ريال وإن شاء الله يجيب 10 مليون. السيارة للشخص نفسه. بيض الله وجهك. بيض الله. في لجنة مستلمتها واللجنة هي اللي تصرف فيها. والله انفعلتك توماس. الحمد لله. والله يبيض وجهك. وجهك أبيض. ويبارك لك في عيالك. آمين. وفي مالك. آمين. وفي صحتك. آمين. وترى الأفعال هذه ما يفعلها إلا واحد مطموح. مالك زود.